هل فكر الوهابية يوما ما بمصالح المسلمين الكبرى؟ وهل فكروا يوما ما في التصدي للمطامع الاستعمارية؟ وهل شغلهم الغزو الغربي لبلاد المسلمين؟ وماذا قدموا في مواجهة النفوذ الصهيوني في بلاد الإسلام؟ لم يعد ذلك شيئا خفيا على كل ذي عينين بصيرتين، فما أن تفتح عينيك حتى تدرك أن الوهابية هم أول خدام الاستعمار الغربي في بلاد المسلمين. وليس هذا فقط، بل لو تتبعت تاريخ محمد بن عبد الوهاب وقادة الوهابية الأوائل من بعده لا تجد فيه أثرا لعمارة الأرض ولا أثرا لإقامة العدل وإنصاف المظلوم ومكافحة الجهل ولا أثرا للسلم والرخاء، بل لا تجد فيه سوى تكفير المسلمين ورمي المسلمين بالشرك وتبديع المسلمين وإيجاب قتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم والعياذ بالله، وأن كل ما يشغل بالهم هو نشر عقيدة التجسيم والتشبيه والكفر والضلال وإنكار زيارة الرسول وقبور الصالحين للتبرك وتكفير من يقول يا نبي الله اشفع لي عند الله وإنكار عمل المولد النبوي الشريف على ما تعارف عليه أهل الحق والعدل وتحريم قراءة القرآن على الأموات المسلمين. هذا هو شغلهم لا غير، وهذا هو همهم الوحيد الذي انطلقوا تحت غطائه يسفكون دماء المسلمين الأبرياء ويستبحون المحرمات ويثيرون الفتن الواحدة تلو الأخرى والعياذ بالله. وإنك لتجد صدورهم الضيقة مليئة بالحقد والكراهية وحب إلحاق الضرر بالأمة، ويضاف إلى ذلك كله أنهم يوالون الغرب ويمهدون لتثبيت أقدام المعسكر الغربي في قلب البلاد العربية وفي قلب البلاد الإسلامية، فهم الأيدي الخبيثة التي يحركها أعداء الإسلام كيفما يشتهون. هذه هي حقيقة ما أنجزته الوهابية وما ينجزونه اليوم وما يسعون له للمستقبل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حفظنا الله وإياكم من فتنة الوهابية.